استثنائي اللي يعني اللي سطرت اللجنة التحضيرية شعار ديال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحديات الرهان. هنا هذا لقاء من أجل تعميق النقاش العمومي حول آفة الفساد في حد ذاته. يعني هذه محطة ليست يعني مقتصرة على محطة تنظيمية بالذات، وإنما هي محطة لتعميق، كيف قلت لكم، تعميق النقاش العمومي وخلق والخروج بتوصيات مختلفة لمعالجة وضبط سير تخلف المغرب بناء على مجموعة من التقارير يعني من حيث المرتبة في سلم إدراك الفساد، لأنه شيء مخزي، شيء مؤسف جدا ما تتعرض له بعض المؤسسات. ما يعني أنه هناك تقارير وثقت لمجموعة من يعني المعطيات ومن الإحصائيات التي تضع المغرب في وضع يعني جد أو مذيل من حيث الترتيب العالمي داخل مؤشر إدراك الفساد. فاحنا هنا اليوم مجموعة من المحامون، مجموعة من الحقوقيين، أساتذة، خبراء أكاديميين لمناقشة الآفة، وكذلك لاستئناف يعني فقرات المؤتمر غدا وبعد غد فيما يخص انتهاء يعني انتخاب الهياكل التنظيمية للمنظمة، ثم كذلك الخروج بتوصيات وبخلاصات وبمخرجات وببيان ختامي كورقة للطريق العمل المنظمة المغربية لحماية المال العام في المرحلة المستقبلية. أولا هذا المؤتمر الاستثنائي للمنظمة المغربية لمحاربة الفساد هو واحد اللحظة جماعية أولا للتأمل حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكل رهاناتها وطموحاتها بكل نجاحاتها وبكل الخطوات التي ما زالت ضرورية لاستكمال المجهود الوطني في المشروع الكبير لمحاربة الفساد. تعلمون أن مشروع جلالة الملك وإقامة دولة الحق والقانون، الدولة القائمة على استقلالية السلطة، على تحمل كل سلطة لمسؤولياتها وعلى التفعيل الإيجابي لكل مقتضيات الدستور. فالمملكة المغربية راكمت تجربة مهمة في مجال محاربة الفساد وشرعت كثيرا من القوانين وأقامت عديدا من المؤسسات التي ينص عليها الدستور المغربي، واتخذت عددا من المبادرات والإجراءات ونفذت كثيرا من السياسات العمومية. ولكن للأسف الشديد رغم كل هذه الجهود ما زلنا نعاين أن المغرب لا يحتل المرتبة التي نريد له في الترتيب الدولي في مجال النزاهة ومحاربة الفساد لكثير من الاعتبارات التي انكب وسينكب عليها المؤتمر للمنظمة. نحن نأمل أن ترتقي كل الجهود الوطنية القضائية والحكومية والإدارية والأمنية والإعلامية وغيرها لبناء توافق وطني واسع يكون في مستوى طموحات المغاربة ويترجم إرادة جلالة الملك في ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي ردع ومكافحة كل أشكال الفساد. المكافحة للفساد يجب أن تتم بالقانون، بوسائل القانون، في دولة القانون، باحترام تام لكل ضمانات المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة، وبالضرب بيد من حديد على كل من ثبت قضائيا وقانونا فساده وانحرافه ونيله بشكل غير مشروع من المال العام. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.